تواصل جامعة الشارقة إجراء الامتحانات النهائية لفصل الخريف للعام الأكاديمي الحالي لطلبة الكليات والبرامج النظرية والعملية وعلى مدى 3 أسابيع وسط إجراءات احترازية ووقائية. بعد أن استعدت جامعة الشارقة بشكل كامل، ها هي تستقبل طلبتها لإجراء الامتحانات حضورياً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسير الامتحانات بالشكل الصحيح تزامناً مع الطلبة الذين يؤدون امتحاناتهم عن بعد. في هذا الفصل أخذنا كل الإجراءات الاحترازية والأمور الصحية للهدف الرئيسي أنه تنظيم عملية الامتحانات باتخاذ العملية المسافة والبعد وإلى آخره، بحيث نضمن سلامة الطالب صحيا أولا ونضمن راحة الطالب في الامتحان النهائي. في نفس الوقت طبعا لدينا طلاب خارج دولة الإمارات يمتحنون عن بعد في نفس الوقت، يعني الوقت متزامن بين الطرفين، بين الامتحان في داخل الصف أو داخل هذه القاعات اللي وثم عن الامتحان عن بعد للطلبة اللي هم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تخصيص عدد من القاعات المزودة بخدمات الإنترنت لاستقبال الطلبة القاطنين في السكن الجامعي ولمن يرغب بتأدية الامتحان وسط أجواء أكاديمية. نقوم بإدخال الطلبة على برنامج اللوك داون براوزر حتى يقوم للدخول الامتحانات. هذا البرنامج طبعا يمنع جميع عمليات البراوزينج أثناء الامتحان، يكون فقط مركز للطالب على الامتحان فقط. إذا حصلت أي مشكلة فنية أثناء الامتحان نقوم بتوجيه الطالب ومساعده في إعطائه فرصة أخرى أو الدخول الامتحان مرة أخرى. في عنا قبل دخول الطلبة الامتحانات في عنا أجهزة الكشف الحراري بالإضافة إلى أجهزة التعقيم، وطبعا لبس الكمامات هذا شيء إلزامي للطلبة والمراقبين، بالإضافة إلى التباعد الجسدي أثناء فترة الامتحان. صراحة أنه يكون بالجامعة أحسن من أنه يكون في البيت على الوضع، أوكي، لأنه يكون أأمن وأي مشاكل تصير خلاص عادي موجودين. الحفاظ على سلامة الطلبة هي أولوية اتخذتها جامعة الشارقة لتسير عملية إجراءات الامتحانات في أجواء صحية وبيئة آمنة.